نمسك الوارنتيز. الوارنتيز جزء جديد حصل فيه تعديلة بناء مرتبطة بتغيير معيار الإيراد اللي هو الـ ASC 606، مش مطلوب مننا رقمه بس نبقى فاهمين ان هو موجود، واللي هو actually بقى اسمه Revenue from Contracts with Customers. معيار الإيراد الجديد اسمه كده Revenue from Contracts with Customers، واللي هناخده بالتفصيل بعد كده عبارة عن 5 شروط او 5 خطوات. يعني لما تروح تشتري كيس سكر من بقال، ده Revenue from Contracts with Customers، بيعتبر اي عملية بيع وشراء Revenue from Contracts with Customers، هو ده المعيار. اثر معانا في جزئيه الوارنتيز، جلاين ما نقلش التغيير ده معاه في 2019 في كتاب 2019 اللي هو لسه منزله من كام يوم ده ال 12 يعني على الجروب، وسايبها على وضعها القديم اللي هي سبيربل مش سبيربل. مش دي بقى القصه، القصه اختلفت شويه. هوك ماشي على التغيير الجديد، اللي اهم من هوك كيسه، لان ال LOS بتاع المعهد بيقول يا جماعه تذاكروا الفاينانشال ستيتمنتس من كيسه وترجعوا لكيسو كمرجع اساسي ليكو. فلما ترجع لكيسو تلاقيه مقسمها بالتقسيمه دي، مقسمها لي اشورنس وارنتي، ومقسمها لسيرفيس وارنتي. مش بقى جلايم في جزئيه الوارنتيز للاسف، احنا هنمشي على كلام كيسو زي ما المعهد قال لنا واللي هوك توافق معاه فيه. قال لك الوارنتيز الاول بصفه عامه هي عباره عن ريتن بروميس، اللي هي شهاده الضمان اللي انت بتاخدها، لان هي لو مش ريتن مش هتضمن حقك، اللي هي بتوفر لك الجرانتي، ضمان تضمن لك البضاعه بتاعتك ضد عيوب الصناعه، يقول لك الديفكتيف برودكتس، او حتى بخدمات معينه، خدمات صيانه معينه، ان هو ممكن يكون الضمان شامل قطع غيار وصيانه مثلا في حاله سوء استخدام، في حاله اكسبيريشن بتاع اي سبير بارتس حصلت، هي عمرها الافتراضي انتهى. يعني مش شرط تكون عيوب صناعه بس، ديفكتيف برودكتس ممكن تكون مينتنس، قد تشمل بقى قطع الغيار بس، قد تشمل قطع الغيار والمصنعيات، قد تشمل المصنعيات بس، حسب الديل، وكل حاجه ليها ثمنها. ما علينا من النقطه دي. قال لك هم قسموا الوارنتيز لنوعين، الاشورنس وارنتي والسيرفيس وارنتي. ايه القصه بقى؟ لان التقسيمه دي مهمه، التقسيمه دي بناء عليها هتختلف المعيار اللي الوارنتي ده هيستند اليه في معالجته المحاسبيه عن السيرفيس وارنتي. ده بيخضع لمعيار وده بيخضع لمعيار تاني، وهنفهم ليه وازاي وايه المعالجه المحاسبيه، واللي يهمني اكتر هي المعالجه المحاسبيه. بس خلينا ناخدها خطوه خطوه. قال لك الاشورنس وارنتي دي كنيتشر مرتبطه قوي بحته الديفكتيف يونتس او الديفكتيف برودكت، علشان تاكد ان البرودكت ميتس اجريد ابون سبيسيفيكيشنز. البرودكت اللي انا ببيعه لك ده، العربيه، الموبايل، الساعه، الثلاجه، البوتاجاز، عاده طبعا الوارنتيز بتيجي مع سلع معمره عمرها طويل، يعني عايز ياكد لك ان الاجريد ابون سبيسيفيكيشنز مظبوطه شغاله معاك سنه واتنين، اللي هي مواصفات بتاعه البرودكت اللي باعه لك، وعادة بيجي مع السيل بتاع البرودكت. وعادة اللي بيوفر الوارنتي ده اللي مسؤول عن الديفكتيف يونتس او الديفكتيف برودكتس، اللي هو المانيفاكتورر نفسه، المصنع. فتلاقي المصنع هو اللي يبيع لك البرودكت ومعاه الاشورنس وارنتي ده. اشتريت الساعة دي بضمان ضد عيوب الصناعة لمدة سنة، هل ليك اختيار في انك تشتري الساعة بالضمان ده ولا من غيره؟ عادة في الاشورنس وارنتي مالكش اختيار، الموضوع ما يبقاش اوبشنال، يبقى فيه اوبليجيشن في القصة. يعني انت هتشتري الساعة دي بألف دولار، كده كده هتدفع الألف دولار مفيش كلام، وكده كده هتاخد الضمان بتاعك سنة ولا سنتين ضد عيوب الصناعة. اللي يعني اللي ممكن يحصل بقى تقول له لا انا هدفع برضه ال1000 دولار ومش عايز الضمان، فده يعني بره اللوجيك وبره السنس وبره كل القواعد المتعارف عليها في الدنيا. فانت كده كده مجبر انك تاخد الساعه دي من المانيفاكتورر بالضمان، ولذلك يقول لك انت ما تقدرش تفصل الاشورنس وارنتي دي عن البرودكت بتاعك. يعني لو هي ب1000 دولار هي شامله الضمان وانت مجبر انك تشتريها بالضمان، فيقول لك ما تقدرش تقول عليها
سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن. ايه قصه البيرفورمانس اوبليجيشن؟ مبدا تحقق الايراد نفسه واللي اتبنى عليه المعيار الجديد بتاع ريفينيو فروم كونتراكتس وذ كاستمرز، بيعتمد على موضوع ان انت تقدر تقدم برودكتس او سيرفيسز تكون سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، يكون ليك حق الاختيار فيها زي ما هنشوف دلوقتي حالا في السيرفيس وارنتي. انما هنا انت مش سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، مش قادر تفصل بالاثنين، انت ككاستمر ما عندكش اختيار. وخلي بالك ده كمانيفاكتورر كمان ممكن يكون مجبر على كده، يعني ممكن يكون في قانون في الدوله بيجبر صناعات معينه ان هي تبيع سلع معينه بضمان سنه او ثلاثين او ثلاثه، او يقول لك بحد ادنى كذا. فيعني ده كمان المانيفاكتور نفسه ممكن يكون مجبر على الوضع ده. فده بالنسبه لي ما اقدرش اتعامل معاه ان هو سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، او ان هي اقدر اقول اديشنال سيرفيس تستوجب اديشنال بيمنت، ما هياش خدمه منفصله او خدمه زياده هديها جزء زياده من فلوس اللي انا بحصلها دي. عشان كده قال لك ان الاشورنس وارنتي ده هنتعامل معاه بمعالجه محاسبيه تاخدها مع معيار مش عارف ايه اس سي 460 بتاع الجرانتيز ما علينا من اسمه، بس هعملها انها لايبيليتي. وافهم بقى التفاصيل بالقيود كمان شويه. انا دلوقتي بحط كونسبت او اساس بيزك وابني عليه. ليه قلت نو سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن؟ تعالى اوضح لك الكلام ده اكتر من وجهه نظر السيرفيس وارنتي. السيرفيس وارنتي يقول لك ده اديشن سيرفيس، اديشن اضافه، يقول لك اكستندد سيبريتلي. كل دي كي ووردز مرتبطه بالسيرفيس وارنتي. سيبريت، ايوه سيبريتلي، سيبريت اديشن، سيبريت يعني منفصل، سيبريت يعني منفصل. فاديشن يعني مضاف، اكستندد يعني مكمل، سيبريتلي يعني تقدر تفصله. دي كي ووردز في السيرفيس وارنتي. يبيعه لك مين؟ يا المانيفاكتورر وقت بيع البضاعه، تخيل يعني زيه زي الاشورنس اهو، يا يبيعه لك الريسيلر، يا يبيعه لك ثيرد بارتي. ثيرد بارتي زي مثلا ما كان نوكيا انترناشونال الوكيل بتاعها في مصر نوكيا ايجيبت، واللي بيعمل ضمان الصيانه رايا مثلا. واصله؟ طيب ده ثيرد بارتي. ما علينا، اللي يهمني قوي الكلام اللي جاي. اللي يحصل ايه بقى؟ يقول لك والله انا ببيع لك الساعه دي ب 1000 دولار عليها ضمان اشورنس كده كده انت هتاخده لمده سنه. مفيش كلام في الكلام ده. عايزني اعمل لك اكستنشن للضمان ده اخليهم 3 سنين؟ ممكن تدفع 200 دولار زياده، او اكستنشن على نفس الفتره ان انت واخد في اول سنه اشورنس مش شامل مثلا سوء استخدامك، انما ممكن ابيع لك في نفس السنه دي سيرفيس يشمل ان الساعه تقع فالازاز يتكسر فصلحه لك من حساب الضمان، ما انت هتدفع لي. فاصبح هنا حته ان انت عندك اوبشن. الموضوع يقول لك ايه؟ زي ما قلت لك اكستندد سيبريتلي اديشنال او اوبشنال. عندك اوبشن، اختيار ان انت تشتري السيرفيس وارنتي ده او ما تشتريهوش. خلي بالك مالوش علاقه باني اقول لك، ومبدا الايراد قايم على النقطه دي كمان، مالوش علاقه ان انا اقول لك الساعه لوحدها ب 1000 دولار والسيرفيس وارنتي ب 200 دولار، عن ان انا اقول لك ان الساعه بالسيرفيس وارنتي على بعض هطلع لك بيهم فاتوره كده على ان هم ايتم واحد ب 1200 دولار على بعض. ملوش علاقه. القصه مش في ان هو فلوسه منفصله عن البرودكت، لا، القصه ان طبيعته النيتشر بتاعته تخليه يبقى سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن. المبدا يا جماعه بتاع المعيار، المبدا نفسه قصدي بتاع البرنسبل بتاع الريفينيو ريكوجنيشن، لو كنتوا فاكرين اول ما شرحنا يونت 2 قلنا في بيرفورمانس اوبليجيشن يقابله مقابل، المقابل ده اسمه كونسيدريشن، مقابل بديله بضاعه مقابل فلوس، المقابل ده اسمه كونسيدريشن. يا البضاعه دي حته واحده على بعضها ساعه بالسيرفيس، فانا الكونسيدريشن ده الشرط الرابع بقى في المعيار يقول لك ايه؟ هعمل له الوكيشن، او مش شايل 1000 دولار حاططها على الساعه و200 دولار حاططها على السيرفيس، او ان الساعه لوحدها 1000 دولار والسيرفيس لوحده 200 دولار، فاوريدي الالوكيشن معمول، فانا بس ابقى عامل
فاصل. قصه ان هي الفلوس على بعضها ومش على بعضها مش دي الفيصل. طبيعه السيرفيس نفسه اللي بتقدمه، طبيعه السيرفيس في الاشورنس وارنتي اللي ينطبق عليك الكلام ده، لانك كده كده واخد الاشورنس وارنتي. ما اقدرش اقول ان سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، كده كده المانيفاكتشرر باي لو مجبر انه ينفذه لك، فما فيش اختيار في الموضوع. السيرفيس وارنتي الموضوع مختلف، طالما بقى اوبشنال او اديشنال فيعامل على انه سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن بصرف النظر عن ان الكونسيدريشن او المقابل بتاعه منفصل او غير منفصل، مش دي الفيصل، النيتشر بتاعته هي الفيصل. وانا اتبحر في الكلام ده اكتر لما نيجي نشرح التغيرات اللي حصلت في معيار الريفينيو ريكوجنيشن. ولذلك يقول لك ايه، ان معيار السيرفيس وارنتي او ان معالجه المحاسبه سيرفيس وارنتي تخضع للمعيار الاي اس سي الاكاونتنج ستاندرد كوديفيكيشن 606 بتاع الريفينيو فروم كونتراكتس ويز كاستمرز، فانا بعامله معامله الريفينيو. يبقى بعد الكلام الكتير اللي احنا قلنا ده، ابقى انا فاهم ان الاشورنس وارنتي هعامله محاسبيا على ان هو لايبيليتي، وان السيرفيس وارنتي هعامله محاسبيا وعالجه محاسبيا على ان هو ريفينيو. ازاي؟ هنشوف بالتفصيل. في نقطه برضو ذكرت في الجزئيه دي، قال لك لو حصل، خلي بالك ان الفصل بين الاثنين وارنتيز في عوامل هقول لك عليها برضو دلوقتي كانديكيتور عشان تبقى عارفها، ولكن الفصل بينه قد يكون شائك جدا في الواقع العملي كمان كشغل وواقع عملي شائك جدا. فيحصل ان بعض الناس او بعض الشركات يقول لك cannot reasonably account for separately، يعني هو بيبيع الساعه باشورنس وارنتي وبسيرفيس وارنتي ككوست اند بنفيت. لو طبق نظام محاسبي حب يفصل سعر دي وسعر دي ويتعامل مع دي اشورنس مش مجديه بالنسبه له، فقال لك المعيار في الحاله دي تعامل معاهم على ان هم سنجل وارنتي. يقول لك تعامل مع الاثنين على ان هم سنجل وارنتي، دي كده بس بعرفها، دي قاعده شاذه ما امسكش فيها بقى واسيب القاعده الاساسيه ان الاشورنس لايبيليتي والسيرفيس ريفينج، دي شواذ القواعد اعرفها من باب العلم. لو ما عرفتش افصل بين الاثنين الوارنتيز حتى كواقع عملي، قال لك تعامل مع المعيار على انها سنجل وارنتي، وعاملها على انها بيرفورمانس اوبليجيشن سنجل بيرفورمانس اوبليجيشن، هتطبق عليها معيار الايرادات كلها على بعضها، تديها مبلغ بقى تعمل الوكيشن $5,000 انت ما عرفتش توزع قد ايه على السيرفيس وارنتي وقد ايه على الاشورنس، تاخد بقى $300-$400 دول وتعتبرهم سنجل بيرفورمانس ايه اوبليجيشن منفصل بذاته كخدمة، يعني بتقدم سنجل بيرفورمانس اوبليجيشن يعني في خدمة مطلوب منك ادائها منفصلة بذاتها عن البرودكت نفسه اللي هي الساعة نفسها. واصلة الفكرة يا جماعة؟ فالمعيار اداك الحرية، قال لك خلاص ما تصرفش وما تكلفش نفسك لان المعلومة اللي جاية لك كوست اند بنفيت ما انتش محتاجها قوي، مش مؤثرة قوي في شغلك وحجم شغله وفلوس وريزلتس والكلام ده، تعامل معاه لانه سنجل وارنتي ايه كسنجل بيرفورمانس اوبليجيشن وطبق عليه معيار الايرور. دي شواذ القاعدة. طيب في حاجه لحد الجزئيه دي مش واضحه لاي حد؟ كاشورنس وارنتي يخضع للليبيليتي ستاندرد وسيرفيس وارنتي يخضع للريفينيو ستاندرد، تمام؟ طيب بعض العوامل، وانا يعني مش عايزك تركز قوي في العوامل دي، ابقى عارفها برضو لانه غالبا المساله اللي هيجيبها لك هو هيشغله، انت فاهم ان الاشورنس لايبيليتي والسيرفيس ريفينيو ولا لا؟ فاللي هيشغله اكتر المعالجه المحاسبيه، فهتلاقيه اوريدي في السيناريو اللي ممكن يجيبه لك او الكيس اللي ممكن يجيبها لك بيقول لك هو ده اشورنس ولا سيرفيس. فحته الفصل بالاثنين والعوامل دي مش هتشغلني قوي، بس اعرفها من باب العلم. قال لك طبعا طبيعي كنيتشر مثلا ديفكتيف يونتس، يبقى انا بتكلم في اشورنس، عايز يعمل اشورنج ان البرودكت مش ديفكتيف، عايز ياشور، عشان كده سموه اشورنس تايب وارنتي، هو اسمه كده اشورنس تايب وارنتي، انا اختصرتها لك لاشورنس وارنتي، وممكن تقول اشورنس وسيرفيس وتفتكر وخلاص. فهو عايز يعمل اشورنس ان البرودكت ميتس الاجريد ابون سبيسيفيكيشنز، الاجريد ابون سبيسيفيكيشنز، المواصفات اللي شركه العربيات دي بايعها لي بيها سليمه لمده سنه او سنتين على الاقل. ده حصل يمكن في تويوتا كرولا لما
الستريبترونيك نزل وكانت جنوب افريقيا 2012 2013 اعتقد، وكانت واقعه في الضمان اول سنه تاني سنه، راحوا ساحبين كل العربيات وغيروا الجيت بوكس بديسكو ستون على حساب الشركه نفسها. ليه؟ في ديفكت هنا حصل. تمام. طيب قال لك بس عامل الوقت من ضمن العوامل المهمه كفرج بيريد، ان هي تغطي سنه ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه ولا عشره، ولا حتى في بعض الاحيان يقول لك في لايف تايم وارنتي. قال لك قد يكون اقوى من النيتشر بتاعه الوارنتي نفسه. ازاي؟ كل ما طالت المده يبقى انت في اتجاه سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، يعني انت في اتجاه سيرفيس وارنتي. يقول لك ذا لونجر كفرج بيريد يبقى انت ماشي في اتجاه مور لايكلي بيرفورمانس اوبليجيشن. ويمكن المثال اللي اتضرب في كيسه بخصوص النقطه دي قال لك ايه؟ كيسه اهو لايف تايم، ان 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 الراجل اللي باع لك الساعه مثلا مديك ضمان مدى الحياه، ترجع له الساعه دي عشان تتصلح تكون مصاريف الشحن على حسابه، ده الضمان بتاعه الديل كده. فقال لك مش منطقي ان انا اكون حاطط ضمان مدى الحياه لايف تايم بهذا الوضع وتقول لي ان ده اشورنس، ما ينفعش حتى لو كان ضد العيوب الصناعه بتاعته. يعني لو العيب ده جاي من عنده كده كده هو هيدفع مصاريف الشحن دي، فانت كده في اتجاه سيبريت بيرفورمانس اوبليجيشن، تفصلها وتعملها معامله الريفينيو، ما تعملهاش معامله الليبيليتي زي الاشورنس. تمام. طيب قال لك واللي اقوى بقى من الاثنين دول النيتشر والتايم او الكفرج بيريد دي والتايم، قال لك ريكوايرد باي لو ولا لا؟ لان الموضوع لو انفورست يبقى انت على طول كده في اشورنس وارنتي، الكاستمر ما عندوش اوبشنال، وممكن يكون المانيفاكتور نفسه ما عندوش اوبشن. لو حته ان انت ما عندكش اوبشن في القصه انك تختار تشتري الوارنتي ده او ما تشتريهوش، يبقى انت مجبر تشتريه، يبقى في الحاله دي ده بالنسبه للمعيار يعاملوا معامله الاشورنس وارنتي. يخش بقى لايبيليتي، معالجه اللايبيليتي، ما يخشش معالجه ايه؟ الريكوايرد يعني مطلوب، required by law يعني القانون طالبها، او enforced by law يعني القانون فرضها. طيب طالما ان هي by law يبقى انت كده assurance. فدي عوامل توضح لك يعني خطوط عريضه كده ايه اللي ممكن يبقى assurance فعامله liability مع 460 ما علينا من رقمه، وايه اللي ممكن يبقى service فعامله معامله الريفينيو 606 الجديد اللي هو ما يقابله 15 في الايفرس، نفس المعيار في الريفينيو اصبح ما بين الايفرس وما بين الجيم. تمام. ما اهتمش قوي بالجزئيه، اهو كلام عام قلته والناس تبقى فاهماه من باب العلم بالشيء، لان غالبا لو جاب لك مساله زي ما قلت لك هو هيقول لك دي اشورنس ولا سيرفيس، يهمه بقى تعالجها ازاي. تعالوا نشوف نعالجها ازاي. لما نمسك الاشورنس لوحده الاول، قال لك انت السنه دي افترض ان انت بعت 10 سايت و الضمان اللي انت بايع بيه الساعه 1000 دولار شامل عيوب الصناعه لمده سنه او سنتين. في عندك مشكلتين هنا. ما انتش عارف كام ساعه من ال 10 ساعات دول هيرجعوا لك فيهم عيب. وما انتش عارف العيب اللي هيرجع لك ده عباره عن ايه؟ هل هيستدعي ان انت تغير الميكانيزم اللي جوه الساعه وده غالي جدا؟ او هتغير بس العقارب، او تغير ازاز، او تغير استيك، المشكله فين؟ ما انتش عارف بالظبط فين وتكلفك كام. انت ممكن تغير الساعه كلها، يعني تحاول تصلح الساعه وما تصلحش فتضطر تاخدها وتديها له تاني، تديه واحده جديده يعني، يا تصلحها وتصرف عليها الله اعلم بقى تصرف كام، وتديها له سليمه وشغاله. هو الكاستمر بتاعك وفقا للضمان الاشورنس حتى يسموه ايه اشورنس تايب وارنتي، ليه ان الساعه بتاعته تبقى شغاله. فيقول لك الموضوع هنا ينطوي على انسرتينتي عاليه جدا، انسرتينتي عدم تاكد، عدم تاكد. انت مش عارف كام يونت هيحصل لها بريكج، هتتكسر او هتبوظ هتبقى دامج، وما انتش عارف الكوست اللي هتصرفه علشان توفي بالبروميس بتاعك. ولذلك قال لك انت محتاج تعمل استيميت، تعمل استيميت تقدير للوارنتي اكسبنسز دي. ينطلق معيار جديد اسمه الكونتنجنسيز، ما علينا من اسمه ما علينا من رقم، الكونتنجنسيز اللي هي يعني زي الطوارئ واللوسز الخسائر 450. يحط لك بس اللي انا محتاج اعرفه منه النقطتين النظر اللي فيه ونقطتين منطقيتين جدا. يقول لك لما تيجي تعمل الاستيميت ده لابد ان يكون متوفر عندك شرطين، البروبابيليتي الاحتماليه والريزونبل استيميت.
يعني ايه؟ يعني انا لو عندي تاكيد بان ال 10 ساعات سلام كنت ابدي اصلا اشورنس وارنتي، ما ينفعش اوصل للتاكيد ده، او ان ال 10 ديفكتيف ومش هيرجعوا، ده انا عندي مصيبه سودا وهيرجعوا قصدي او معيبين، ده انا عندي مصيبه سودا زي ما حصل كده مع تويوتا، ده كارثه، ده انا ممكن اقفل فيها دي. فحته البروبابيلتي ان في ايتمز ديفكتد وايتمز سليمه، وان حجم الديفكت الديفكت ده قد ايه، اللي هو العيب يعني او الدامج اللي ممكن يحصل قد ايه، كل دي حاجات بروبابل. البروبابيلتي دي تدفعني ان انا اعمل استيميشن. والنقطه الثانيه يكون في ريزونبل استيميت، انا كاداره ومن خبراتي السابقه وي 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 اقدر اعمل استيميت بشكل مناسب، وكوستو طبعا برضو ما يكونش كبير جدا عشان حته تطبيق الانظمه المحاسبيه والاكاونتنج بروسيس والكوست بنفيت والكلام ده. فالموضوع يبقى فيه ريزونبل استيميت يوصلني كمان لاقرب تقدير كريزونبل استيميت. تمام، دول شرطين نظريين ابقى انا فاهم ان في معيار لما بحط الاستيميشن ده او التقدير ده يفرض عليا حاجتين او يقول لي خلي بالك من حاجتين، البروبابيلتي تبقى موجوده والريزونبل استيميت يبقى موجود. طب هعمل الاستيميشن ده بناء على ايه؟ المعيار قال لك اعمله بالطريقه اللي انت عايزها. تعمله، ننزل بقى شويه تحت، تعمله كبرسنتج اوف سيل مش مهم، تعمله كبرسنتج اوف كوست بير يونت مش مهم، تعمله كبرسنتج من اي حاجه انت خبرتك الاداريه فيها مش مهم. شوف خبرتك الاداريه فين وايه اللي انت تفضله وايه الاسهل لك ككوست بنفيت تطبقه عندك في الشركه واعمله. تعمله بقى كوست برسنتج من سيل، تعمله برسنتج من كوست، يعني ممكن تقول انا بعت ب $1000 وخبرتي تقول ان في تقريبا 3% كاستيميت، استيميت انا بتكلم كاستيميشن دلوقتي كتقدير، 3% هصرفه على الديفكتد يونتس اللي هي البضاعه المعيبه، او يقول انا صرفت على البضاعه اللي بعتها ب $1000 $500 وفي 5% من ال 500 دول، ايا كان طريقه حساب البرسنتج المعيار سيبها لك مفتوح. طب المعالجه المحاسبيه لايبيليتي للاشورنس تايب وارنتي تتم ازاي؟ قال لك اول حاجه ابدا من استيميشن انا كنت بتكلم عليه ده، اقول لك ايه ديبت الاشورنس وارنتي اكسبنسز، يعني ده انكم ستيتمنت، كريدت الاشورنس وارنتي لايبيليتي، ديبت الاكسبنس انكم ستيتمنت كريدت اللايبيليتي بالانس شيت، بايه؟ بالاستيميشن اللي انت عملته قبل كده ده، عملت الاستيميشن على سيلز، عملته على كوست مش هتفرق، اعمله زي ما تعمله. وخلي بالك الاستيميشن يكون الاقرب للصحه ومش مهم قوي، لان هتشوف اخر السنه احنا هنعمل ايه. بتقول ديبت الاكسبنس اشورنس وارنتي اكسبنس كريدت الاشورنس وارنتي لايبيليتي بالاستيميت اللي انت عملته، انت لسه ما صرفتش، فبيقول لك ريجاردليس اوف ريل كوست بيبل، ولا حد لسه رجع لك ساعه، ولا انت عارف كام ساعه رجعت، ولا انت عارف كل دي استيميشن رميت على حساب المصروف وسمعته في الانكم ستيتمنت بتاعتك استيميتد، ما صرفتش حاجه لسه. طب لما تيجي تصرف يقول لك بقى لما يجي لك حاجه اسمها الوارنتي كليم، المطالبه بالضمان، ساعه باظت بقى، فتقول له ديبت الاشورنس وارنتي، تاخد من الليبيليتي اللي انت كنت بتبنيه خلال السنه، تاخد منه يبقى ديبت. كريدت اللي انت صرفته، صرفته بقى كاش، صرفته قطع غيار من مخازن كريدت انفنتوري، صرفته اصلا ساعه طالعه من مخزن انتاج تام كريدت انفنتوري، صرفته ان في صنايعي عندك قاعد واشتغل في الساعه دي عشان يصلحها وترجعها كريدت اكرول بيبل، ايا كان اللي انت صرفته تقول ديبت اللايبيليتي اللي هو الاشورنس وارنتي لايبيليتي كريدت الكاش اللي انت صرفته ايا كان، كاش انفنتوري بيرول ايا كان. خد بالك بقى لما انت مفيش كليم مفيش مطالبه ما صرفتش كوست رميت استيميشن على الاكسبنسز، يعني لما ما صرفتش كوست كنت بترمي على الاكسبنسز، ولما صرفت الكوست فعلي رحت خدته من اللايبيليتي. خلي بالك من الملحوظه دي عشان هو ممكن يلخبطك بيها بعد كده في السيناريوهات والاسئله اللي هتقابلك. يبقى انت لما ما صرفتش خالص ولا كوست شغال على استيميشن كنت بترمي على حساب الاكسبنسز، ديبت الاكسبنسز كريدت اللايبيليتي. لما صرفت فعلا بقى الكوست ده قمت رايح واخده من المحفظه بتاعتك اللي انت عمال تبنيها وخدت من حساب اللايبيليتي، بقى ديبت اللايبيليتي كريدت الكوست اللي انت صرفته.
في نقطة برضو اعرفها كده على الماشي، ان الليابيليتي ده حسب طبيعته. يعني ايه؟ اقل من سنة مالية او اوبريتنج سايكل ويتش ايفر الشورتر. فانت والله لو مطلع الضمان بسنة ترميه كله كارنت لايبيليتي، مضلعه بسنتين تاخد نص وترميه كارنت، وتاخد النص التاني ترميه نان كارنت. دي حسب اتجاهه، ما فيهاش مشكلة، حسب الوقت. واظن كلنا تعودنا على ايه؟ على القصة دي. طيب لو عدى الوقت المحدد هجاي لك بقى في الحتة دي يا استاذ احمد، هقول لك عليها. يبقى تاني، اول حاجه في الاشورنس وارنتي استيميشن، اقول ديبت الاكسبنس كريدت الليابيليتي، لسه ما صرفتش حاجه. لما اجي اصرف فعلي بعدها بسنه مثلا، اقوم قايل ديبت الليابيليتي كريدت اللي انا صرفته. يقول لك يعني طب وانت هتقعد بقى طول السنه عمال ترمي في استيميت استيميتس على الانكم بتاعك وتبهدل الدنيا؟ قال لك لا، ما انت بتيجي اخر كل سنه تمسك حساب الليابيليتي بتاعك ده اللي انت اشتغلت عليه كريدت وقت ما اشتغلت استيميتد، واشتغلت عليه ديبت لما صرفت المصروف، ديبت ناقص كريدت على رصيد اول مده، بقى عندك رصيد اخر المده. قال لك اعمل ايفالويشن لحساب اللايبيليتي ده، تعمل له ايفالويشن، تقيمه، تقدره، هو البالانس اللي عندي ده فاضل فيه $500 يكفوني ولا لا؟ والله ممكن تلاقي ثلاث ساعات الضمان بتاعهم خلص، شيلهم. يقول لك ايه؟ consider remove remaining assurance warranty liability، حاجه expired، الضمان انتهى، شيل الثلاث ساعات دول باللي انت كنت عامله استيميشن ليه، واقلب القيد اللي تحت ده اللي هنا ده، تخليه debit liability credit expense. يبقى انت ظبطت اللي بترميه على الانكم ستيتمنت، وظبطت الرصيد بتاعك. في ساعتين كنت كانوا رجعوا لك وصرفت عليهم، واصبح عندك شبه يقين ان الساعتين دول مش هيرجعوا، شيلهم، شيل ما يقابل اللي فاضل في قيمتهم. كنت حاطط للساعه $100 وصرفت على كل ساعه لما جات لك $80 فاضل $20، شيلهم. المهم ان انت في اخر السنه هتراجع الرصيد بتاع حساب الليابيليتي ده، وتحاول تقربه الاقرب ليك من الصحه، من دراستك للارقام ومن دراستك لخبرتك، واللي فاضل لك فعلي السنه الجايه ايه. يبقى انت ظبطت حساب الليابيليتي كبالانس يغطي لك الاكسبنسز اللي هتيجي خلال السنه الجايه، وظبطت معاه اللي رميته على حساب المصروف عشان تقرب قوي من الاصح، وتقرب قوي من موضوع الماتشنج الريفينيو مع الاكسبنسز اللي اتكلم فيه الاستاذ حسين. What is the credit account other revenue ولا period؟ ما احنا ما جبناش سيره ريفينيو، اشورنس مالهاش علاقه بالريفينيو. طب خلينا اقرا رسالتك بقى بالدقه. لو حد عنده سؤال في الجزئيه دي، احنا كده تقريبا خلصنا الاشورنس. فلو حد عنده سؤال في الجزئيه دي يقوله على ما اقرا الرساله دي وارجع لكم. لو عدى الوقت المحدد ما صرفش حاجه يقفله خلاص، والاكسبايرد الاشورنس وارنتي يصفره خلاص، ويشيل الصفر، يشيل الاكسبنسز، ما هو ما صرفش. افضل عندك رصيد اذر في حساب التزمات، في حساب التزمات في ايه؟ هترد بقى لاصله، يبقى ديبت اللايبيليتي كريدت الاكسبنس، ترده الاصل. عايز تزود في ساعتين زياده انت بعتهم وحساب اللايبيليتي ما كانش مغطيهم، تقوم قايل ديبت الاكسبنس كريدت اللايبيليتي. في الحقيقه في الحياه العمليه لا تحدث عمليه التقييم في اخر السنه لصعوبه زي، والله لو صعب الامر وككوستم بنفيت العمليه مش افيشنت سيبه يعني، فاهم؟ ولكن ده المنهج بتاعنا بيقول نمشي بالطريقه دي، دي الخطوات بتاعتي. What is the credit account if... احنا قلنا بقى هنقلب ايه القيد. ايوه، ما انت دي هتخش في سيرفيس بقى، طالما بتبيع الضمان يبقى هتخش في سيرفيس، اللي احنا هنشرحه في النقطه الجايه. فلو حد عنده سؤال بالنسبه للاشورنس انا هجمله دلوقتي عشان اثبت المعلومه، ولو حد عنده سؤال يقوله. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه بعمل استيميشن ديبت الاكسبنس كريدت اللايبيليتي. تاني حاجه ده كده ما صرفتش حاجه، ولا حد عمل لي كليم ولا مطالبه ولا صرفت حاجه. لما اصرف او واخد من المحفظه بتاعتي من اللايبيليتي، او ديبت اللايبيليتي كريدت اللي انا صرفته، اذا كان كاش اذا كان انفنتوري مش هتفرق انا صرفت ايه. ممكن اصرف قطعه غيار من المخزن، ممكن اصرف ساعه كامله من المخزن، ممكن اصرف فلوس مش لاقي قطعه غيار عندي في المخزن رحت اشتريتها لهم من بره. المهم عندي ديبت اللايبيليتي. يبقى لما صرفت فعلي ما حملتش حاجه على حساب الاكسبنسز اللي موجود في الانكم ستيتمنت، ولما عملت الاستيميشن كنت ببنيه في حساب المحفظه بتاعتي اللي هو حساب اللايبيليتي، قلت ديبت الاكسبنسز كريدت اللايبيليتي، صرفت فعلي قلت ديبت اللايبيليتي كريدت الكاش او الانفنتوري او ايا كان اللي انا صرفته. وعشان ما ابقاش بعيد عن الواقع اخر السنه قبل ما اقفل
حساباتي واقفل الميزانيه بتاعتي اقوم مقارن بقى هو انا فاضل. خلي بالك حاجه، انت برضه هتقفل الميزانيه في شهر 3 ولا 4، 3 4 شهور دول ممكن يفرقوا معاك جدا في تقدير حساب اللايبيليتي وترجع تصلحه قبل 31/12، ما انت جالك وفي ساعات اكسبيرد خلال ال 3 4 شهور دول. المهم ان انت خلال اخر السنه هتقدر تظبط حساب اللايبيليتي توصل بيه للاقرب للصحه، وبناء عليه ما يقابله حساب المصروف كمان هيتصلح، لان الايفالويشن على حساب اللايبيليتي بالزياده او بنقص بيحصل ما يقابله حساب المصروف. تقول ديبت الاكسبنسز كريدت اللايبيليتي عشان تزود، او ديبت اللايبيليتي كريدت الاكسبنسز علشان تقلل كده. الاشورنس وارنتي، في حد عنده اي حاجه فيه؟ اشوف بس رساله جات لي.